تقتبس جمالها من البحر المتوسط وتستمد إطلالتها من العمارة التونسية العريقة. إنها مدينة باب المتوسط التي تأخذ تونس إلى آفاق عصرية تجعل منها العاصمة الأولى للأعمال والمشاريع في شمال أفريقيا. تعتزم سما دبي تشييد المشروع بالتعاون مع الحكومة التونسية، حيث سيمتد على مساحة 11 كيلومترا مربع بتكلفة 10 مليارات دولار. تطل مدينة باب المتوسط على البحيرة الجنوبية في تونس وتزخر بالعديد من المرافق رفيعة المستوى. إنها مدينة عصرية متكاملة للعمل والسكن والترويح في آن واحد. مدينة تونس المفعمة بالحياة ستزداد حيوية مع مشروع باب المتوسط، وستصبح مدينة التكنولوجيا والديناميكية والابتكار. سيعود المشروع بالكثير من المزايا على التونسيين، حيث أنه سيخلق آلاف الفرص الوظيفية وسيمثل قطباً جاذباً للعديد من الكفاءات والفرص الاستثمارية في المنطقة، كما سيلعب دوراً حيوياً في ترويج السياحة ورفع الاقتصاد الوطني بمصادر دخل متنوعة. لا شك أن مشروع باب المتوسط سيرتقي بالحياة إلى مستويات عصرية لا تضاهى.